أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى السابعة من التناصح ونستهلها بأبرز عناوينها. مفتي البلاد الشيخ الصادق الغرياني يشيد بالتضحيات التي يقدمها الجيش الليبي في صد عدوان حفتر ويحث المسؤولين على تقديم كل الدعم للجبهات. قوات الجيش الليبي تلقي القبض على 6 مقاتلين من ميليشيا حفتر بمنطقة السبيعة. أهل مصر يشيعون جثمان الشهيد محمود بعيو بساحة مسجد الشيخ محمد وسط المدينة. السلام عليكم ورحمة الله. أشاد مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني التضحيات التي يقدمها الجيش الليبي والقوات المساندة له، حث فضيلته عبر برنامج الإسلام والحياة عشية الأربعاء الجميع على مواصلة دفع الصائلين على طرابلس. أحيي الأبطال، أبطال المقاتلين في الجبهات، أحييهم وأشد على أيديهم الأبطال الذين يسطرون أروع الملاحم هذه الأيام، يردون عنا الصائلين الظلمة ويدفعون يدافعون عن الحرمات وعلى الأموال وعن الأعراض وعن الكرامة الحقيقية، لا الكرامة المزيفة الظالمة التي يتبناها المجرمون. أحييهم وأبشرهم بأن من قتل منهم محتسبا مقبلا غير مدبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وذكر أنه شهيد. فأقول لهم عليكم أن تثقوا بنصر الله تبارك وتعالى القريب بإذن الله، وأن حفتر ومرتزقته مهزومون مخذولون إن شاء الله قريبا. وحث المفتي المسؤولين وبخاصة في حكومة الوفاق وأصحاب الأموال والتجار وعامة الناس أن يقدموا كل ما يستطيعون لدعم جهد المقاتلين في الجبهات، مضيفا أن الأداء السياسي في طرابلس لا يتناسب البتة مع ما يقدمه أبطال الجيش في الجبهات، وأنه يجب أن تكون أو أنه يجب تكوين حكومة حرب مصغرة تعمل على مدار الساعة. إني أستنهض همم المسؤولين وخاصة وبخاصة في الرئاسة وفي الحكومة، وأستنهض أيضا أصحاب الأموال والتجار، وأستنهض همم عامة الناس بالخروج إلى الميادين بقوة بآلاف مؤلفة، واستنهض كل الناس الذين يقدرون على تقديم أي جهد للجبهات، سواء كان بطبخ الطعام أو بدفع المال أو بتزويدهم بالمعلومات المهمة من الناصحين، وأن تكون قياداتهم حريصة عليهم، تعمل بقوة لحفظ أرواحهم. فإن المسؤولين في الرئاسة وفي الحكومة وفقهم الله، أقول لهم إن الأداء السياسي لا يواكب ولا يتناسب البتة مع التضحيات التي يقدمها أبناؤكم في الجبهات والشهداء الذين يسقطون كل يوم.
وشدد فضيلة المفتي أنه ينبغي أن يتم التوافق على عدم السماح بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، لا بالأموال ولا الاستخبارات ولا غيره، وهو ما يقره القانون في كل دول العالم، مضيفا في الوقت ذاته بإمكانية قبول التواصل مع دول صديقة وعن طريق الحكومة الشرعية في حدود تبادل المنافع والمصالح، شرطة عدم القبول بالاستخبارات أو أن تشترى ذمم بعض الناس. أقول إنه لا ينبغي لنا أن نسمح بالتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، لا نسمح بالتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، سواء كان من بلاد عربية أو بلاد غير عربية، وهذا تقره وتحفظه جميع القوانين لكل شعوب الأرض، ما في أحد يخالف عنه، ما في قانون في الدنيا يسمح لدولة أجنبية بأن تتدخل في شؤون دولة أخرى في شؤونها الداخلية، هذا لابد أن نتفق عليه، فلا نسمح بأن يعني يفرض علينا أو تتدخل في شؤوننا بلد بأموالها وتعبث وتفعل ما تريد، أو دولة أخرى تتدخل في بلادنا باستخباراتها وترتيباتها الأمنية وتفرضه علينا ونحن ننفذ. نحن نريد أن نتعامل ونتعاون مع المجتمع الدولي بجميع أطيافه وأنواعه، هذا أمر مطلوب ولا مناص لنا منه. أفاد ناطق رسمي باسم المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي أن قوات الجيش الليبي قبضت على 6 مقاتلين بآلياتهم العسكرية في محور السبعة. أضاف المجعي أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على غرفة العمليات التي كانت تدير منها ميليشيات الكرامة معاركها في العاصمة طرابلس تحت اسم غرفة عمليات جدابيا وضواحيها، مشيرا إلى سيطرة الجيش على كامل منطقة السبعة وغنم مستشفى ميداني بالمنطقة. محمد عبد الكريم قهر منين يا سند؟ مجدد كتيب اللي تتبعها يا سند هي فين سند؟ شو مسكتك فيها؟ طباع 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 مين الأمن بتاعك؟ محمد بصير صوت عالي نقيب محمد بصير الله يحمي صوت عالي نقيب محمد بصير نقيب محمد بصير اه ليش ليك يوم والله يجينا قدام من أول يوم جاء فيه المكنات اللي قتلت فيك والله ما عمري ما قتلت المركزات اللي قعدت فيك المركزات في هنا في الشيء عند هذه النظرية في هنا في موقع آخر مشروع في كفار لما جيت من غادي شنو المعامل اللي لقيتها ولا مسؤول؟ قلت لي قول لي صار والله بصراحة المعامل أخوي حتى صلاة وظيفة صليت ضربوك كل هيك لا ما ضربونيش حتى دخان هو عطوني دواعش تسمع فيها عليهم من الجيش لما جيت الناس اللي عندنا فيه دابع لقيتها غلط اذكر ولا لقيت منها الدابع الكلام اللي جاي لقيتها مسؤولين زي نفسي يعني نصيحة توجهها لأهلك في الشر والله خلصت يعني ما ناش منها الدواء دي لا والله ما في مشكلة أي حاجة بتوصلها له وتوصل تحتوش لها نتكلم نتكلم فيها بنقول لها لي حاجة واحدة بس أمي بالذات خوش علي راهي مري طيب راهي كما بتقول أنا شيء بمشي حق في تقناف نفسه إن شاء الله ربي يحفظك. ومعي عبر الهاتف القائد الميداني أكرم شيوب. سيد شيوب رحب بك. أهلا وسهلا بك. أطلعني عن آخر التطورات الميدانية التي حدثت حتى اللحظة. آخر التطورات الميدانية حاليا الاشتباكات زي ما قلنا في منطقة حاليا بإذن الله سيطرة شبه 100% حاليا بالكامل تقريبا تم السيطرة عليها وتم نعم
بعض توجد بها بعض الاشتباكات يعني بعض الجيوب فقط اكثر ولا اقل يعني حاليا. ويحاول باذن الله قوه المنطقه الغربيه والمنطقه الوسطى بانهم حاليا انها كيف يتم القضاء عليها. وتم زي ما قلنا يعني تم اسر بعض جنود وغنم بعض الاليات وتم تم غن غرفه التحكم غرفه التحكم اللي هي وتم غنم مستشفى ميداني بطاقم الطبي وباسرى مصابين داخل المستشفى الميداني. حاليا اصبح باذن الله يعني شبه نسبه 100% حاليا تقريبيا يعني نقول لك تحت السيطره ولله الحمد يعني. طيب على صعيد باقي الجبهات والمحاور سيد شيوب اذا كان لديك اي معلومات. بالنسبه لمحور محور لا اله الا الله معسكر اليرموك طبعا امس طبعا صار فيه اشتباكات قويه نوعا ما استطاع العدو انه يتقدم نوعا ما لكن ولله الحمد يعني ولله الحمد الجيش الوفاق تم ارجاع النقاط التي خسرها. وبالنسبه لمحور المطار حاليا هادي نوعا ما. نعم. ونترحم على الشهداء طبعا على راسهم السيد محمد بعيو الشهيد محمد بعيو معروف بالشريخان. وحاليا يعني الوضع يعني بصفه عامه يعني نقول ان شاء الله باذن الله تقدم يعني يومين ما باذن الله تحسم الامور بالكامل ان شاء الله. نعم أشكرك جزيل الشكر القائد الميداني من محور الصبيعة أكرم شيوب كنت معي عبر الهاتف. من جانبه استهدف سلاح الجو الليبي التابع لحكومة الوفاق تمركزات لميليشيات حفتر في مدينتي غريان وصبراتة. وأوضح قطاع الدفاع الجوي التابع لرئاسة الأركان العامة أن الضربة استهدفت غرفة عمليات الطيران التابعة لميليشيات حفتر في مدينة صبراتة. وأكد مصدر من مدينة غريان للتناصح إصابة عدد من الأفراد والآليات عقب استهداف طائرات الجيش الليبي لمعسكر تابع لميليشيات الكرامة بمدينة غريان. على صعيد آخر شيع أهالي مدينة مصرات اليوم الأربعاء جثمان الشهيد محمود بعيو الملقب بشريخان بساحة مسجد الشيخ محمد حيث قضى الشهيد في معارك الدفاع عن طرابلس ضد ميليشيات مجرم الحرب حفتر الغازية الأيام الماضية. لن نفيه حقه محمود السيرة نقي السريرة علمناه فارسا في الجبهات مقداما على التبات حق اسمه أن يكتب على أعلى البنايات حق اسمه أن يكتب على القلوب لا على الأوراق والصفحات. محمود نلت الشهادة يا فتى الجبهات لقنت حفتر سطوة الغزوات شريخان يا رمز البطولة والفداء أنزلت في كبد العدى الويلات شريخان يا رمز البطولة والفداء أنزلت في كبد العدى الويلات شريخان باسمك كنت ترعب جيشهم كالليث يزأر في ثرى الغابات شريخان باسمك كنت ترعب جيشهم كالليث يزأر في ربى الغزوات. قد كنت محمودا بسيرتك التي قد الشمس لاحت في دجى الظلمات شريخان دفاع الرصاص يزفه فوق الرؤوس فيقطع الهامات شريخان يا سيف الوطائس والوغى يا سامعي قم واسأل التبات وأذقت حفتر ذلك الصعلوك من مر العذاب وأشرس الضربات أنزلت في قلب الأسير مواجعا في الحرب ظل يلملم الآفات يا ليبيا هذا فتاك مجندل يا ليبيا هذا فتاك مجندل فلتعلني بوفاته الوقفات يا ليبيا هذا فتاك مجندل فلتعلني بوفاته الوقفات مصراتة قومي إليه وقبلي رأس الشهيد وأعلن الثارات.
أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء مقتل 76 و300 شخص وإصابة 22 و800 آخرين منذ بداية الاشتباكات في العاصمة طرابلس بداية أبريل الجاري أو الماضي عفوا حتى الآن. أوضحت المنظمة أن أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات يقدر بحوالي 938,000 داعية إلى ضرورة إيقاف القتال في العاصمة. أكدت منظمة ضحايا لحقوق الإنسان أن ميليشيات مسيطرة على مدينة ترهونة قتلت منذ 14,000 نحو 300 شخص من أهل المدينة. أوضحت المنظمة في بيان لها نشرته عبر صفحتها بفيسبوك أن ميليشيا الكاني قامت بعمليات قتل جماعية أبيدت فيها عائلات بأكملها مما يعد جريمة ضد الإنسانية بحسب البيان. كما رصدت المنظمة أكثر من 24 حالة استيلاء وسرقة لشركات ومشاريع زراعية بالمنطقة. نشرت المنظمة أسماء 10 أشخاص من قادة ميليشيا الكاني قالت إنه من أخطر المجرمين بترهونة. شددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على ضرورة فتح ممرات إنسانية وآمنة للمدنيين في مناطق الاشتباكات بضواحي العاصمة طرابلس والعودة إلى الحوار السياسي. وأبدت باشيليت في بيانها الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أبدت قلقها البالغ لما يواجه آلاف المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات وانتهاك القانون الإنساني الدولي. وحذرت باشيليت من الغارات الجوية والقذائف التي تستهدف الآمنين في منازلهم. عقد مدير مديرية أمن جفار اجتماعا أمنيا موسعا الأربعاء مع رؤساء الأقسام والمراكز لمناقشة الوضع الأمني بالمنطقة. وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية أن الاجتماع عقد بمقر قسم البحث الجنائي بمنطقة المايا، وتم خلاله مناقشة ارتفاع مستوى الجريمة بعد تسلل بعض المجرمين الفارين من المنطقة. كما أصدر مدير الأمن تعليماته بتفعيل مراكز الشرطة بالمنطقة، أضاف بأنه سيتم اتخاذ أشد العقوبات ضد المقصرين الذين لم يلتحقوا بأعمالهم. خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 100 مليون دينار ليبي لدعم بعض البلديات لتوفير الإعانات والمساعدات والاحتياجات الأساسية للنازحين المتضررين في مناطق الاشتباكات. أوضح المكتب الإعلامي التابع للحكومة أن القرار نص على أن تتولى وزارة المالية إصدار التفويضات المالية إلى البلديات والتزام البلديات بالصرف في حدود المبالغ الواردة إليها وفقا لأوجه الصرف الواردة في التفويضات المالية، مع ضرورة تقديم تقارير المصروفات الفعلية إلى الوزارة وفق ما تحدده التشريعات النافذة. أكد الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني مهند يونس استمرار التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب. أوضح يونس أن التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمر ولم يتوقف، مضيفا بأنه يتم العمل حاليا على تعزيز وتكثيف أوجه التعاون المختلفة، منها عودة قوات القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم. بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد السيال الثلاثاء مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس. أوضح المكتب الإعلامي للوزارة أن المسؤول الروسي عرب خلال اتصال هاتفي مع سيالة عن قلقه تجاه الأوضاع في العاصمة طرابلس، مؤكدا دعم بلاده الكامل لوقف العمليات العسكرية في طرابلس ووقوف روسيا إلى جانب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بليبيا. وينضم إلي عبر الهاتف المحلل السياسي سيد محمد إبراهيم، أرحب بك. أهلا وسهلا بك.
كيف تقرأ ما قاله نائب وزير الخارجية الروسي لسيالة من أنه أو من أن بلاده تحترم قرارات مجلس الأمن وأنها مع وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس؟ يعني ربما يمكن اعتبار هذا التصريح كلاما باهتا. ألو، أنت على الهواء سيد إبراهيم. نعم نعم نعم. هل سمعت السؤال؟ يعني تقطع الصوت لو تعيده. طيب سأعيد إليك السؤال، كيف تقرأ تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي في المكالمة الهاتفية مع سيالة؟ قال بأن روسيا مع إيقاف إطلاق النار وأيضا مع قرارات مجلس الأمن الدولي، يعني ألا يمكن اعتبار أن هذا الكلام باهت جدا بعد شهر كامل ربما من العمليات العسكرية في محيط العاصمة؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نعلم لا شك بأن يعني روسيا ودعمها الواضح لحفتر مثل فرنسا مثل الإمارات مثل هذه الدول، وكانوا يعولون حقيقة على يعني الموضوع العسكري أو القوة العسكرية اللي عند حفتر أنها تحسم الأمر في طرابلس، ولذلك في ذلك الوقت حاولوا أن يعطلوا ويراوغوا يعني قرارات مجلس الأمن، وهذا ليس خافي على أحد، ولكن الآن يعني اتضحت الصورة ووضح لهم بأنهم لن يعني حفتر لن يستطيع الدخول لطرابلس، بل يعني بدأت بوادر الهزيمة تتضح يوما بعد يوم، ولعل الأمر يعني كان حفتر يعول ليسيطر على طرابلس ومن ثم ليبيا، الآن بدأ التفكير في كيف يتم يعني نجاة حفتر من مصير مجهول، ولذلك هذا الخطاب يعني من روسيا غير مستغرب حقيقة، ونحن تعودنا على المجتمع الدولي يتعامل وفق مصالحه وفق يعني رؤيته بغض النظر عن هذه الشعوب يعني شعوبنا نحن، حتى وإن قتلت ورأينا كيف فعلت في سوريا يعني مئات الآلاف الذين قتلوا وملايين الذين هجروا ويعني لم يحركوا ساكنا. طيب هل يمكن اعتبار سيد إبراهيم أنهم يحترمون قرارات مجلس الأمن؟ نعم، هم يجب أن يقولوا ذلك، ولكنهم يقولون أقوال ويفعلون غير ذلك. طيب في وقت سابق يعني سيد إبراهيم، عندما تحركت قوات قالت بأنها تمثل الحرس الوطني باتجاه طرابلس، كان هناك قرار من مجلس الأمن بأن أي تحرك عسكري تجاه العاصمة هو تحرك مرفوض وسيتم الرد عليه بناء على قرارات مجلس الأمن السابقة. الآن روسيا أعاقت إصدار قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار 4 مرات متتالية، ألا يمكن اعتبار تصريحات نائب وزير الخارجية بأنها تندرج تحت إطار النفاق السياسي؟ ولماذا لم يكن هناك موقف واضح من الخارجية أو حتى فتح باب نقاش في هذا الأمر بين الخارجية الليبية والروسية؟ أنا أعتقد أن ما نحتاج إليه الآن هو تفعيل أو الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن. أنت تكلمت على عندما تحرك الحرس الوطني، وأنا أقول لك أيضا عندما تحركت قوات الإيكانيات في ذلك الوقت، والتي لم يكن يعني لم تعلن أنها تبع حفتر أو غيرها، صدر قرارات من مجلس الأمن، صدر قرار 34 أو 24 34، صدر قرار 34 41 يجرم يعني أي هجوم على طرابلس، بل يجب يعني توقيع العقوبات
وإدامة هذا العمل وتوقيع أشد العقوبات عليه. فنحن لا نحتاج لقرار مجلس أمن جديد، بل نحن نحتاج إلى التزام الدول إلى قرارات مجلس الأمن آخر قرارين يعني لجلال هذا الفعل. الغريب أن الكانيات في ذلك الوقت كانوا ميليشيات، الآن يسمونهم جيش ليبي، وهم نفس العصابة، نفس المجموعات، يعني نفس السلاح، ولكن في هذه المرة تبنى العملية المجرم حفتر، وهذا يبين نفاق ويعني الدول وخداعها للناس، وأيضا رسالة قوية لكل من يعول على ما يسمى بالمجتمع الدولي. في الواقع لا يوجد شيء اسمه مجتمع دولي، بل هي دول تتصارع فيما بينها على مصالحها، وأحيانا تتصارع علينا حتى وإن يعني، ولكن آخر اهتماماتها هي مصالح شعبنا، مصالح الشعب الليبي، أو يعني حياة المواطنين. فهذه ليست حقيقة في اهتماماتهم. فهناك مصالح شتى، اليوم مع حفتر، غدا مع حكومة الوفاق، بعد غد لعلها مع أي عمل آخر. هؤلاء يتبدلون ويغيرون جلودهم كالحرباء، فلا يعول عليهم كثيرا. ولكن يعني أيضا نحن يعني في وضعنا هذا، وضع يعني وضع ليبيا الهش والضعيف، نحتاج أن نكون أكثر سياسة، أكثر حنكة، أكثر تحرك. يعني علينا أن نعوض هذا الضعف في تحركات واسعة في العمل الدبلوماسي، في العمل الدولي. علينا التمسك بقرارات مجلس الأمن والتحرك بها حتى في الدول. علينا العمل على خلافات هذه الدول أو صراعات هذه الدول فيما بينها، ولكن الحقيقة في النهاية الحقيقة هي الموجودة على الأرض. من يستطيع أن يدافع عن عرضه وأرضه وشرفه وبلاده، فلا شك أنه يستطيع أن يفرض واقعا مختلفا على يعني حتى على العالم الآخر. ولكن علينا أن لا، الآن قد مررنا بتجربة طويلة مدتها 4 سنوات، كان فيها الفساد ضرب أطنابي، فيها الظلم، فيها يعني فيما تسمع إلا حوار في تونس، حوار في الصخيرات، حوار في الجنيف، توحيد مؤسسة في مصر، في الأردن زيارة، طيب، في الإمارات، شيء يعني دعنا في الشأن الروسي بالتحديد. سيد إبراهيم، نفسه ويعد سيد إبراهيم نفسه للانقضاض على البلاد. طيب دعنا نبقى في الشأن الروسي، يعني المصالح الروسية المرتبطة بليبيا هي بالدرجة الأولى على صعيد شركات تصنيع الأسلحة، والتي تمثل موردا كبيرا جدا حتى للاقتصاد الروسي. هناك عقود تسليح أبرمها النظام السابق في سنتين أو ثلاث قبل سقوطه، أعتقد في 2008 أو 2009، وتقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 2,800,000,000 دينار. يعني هناك العديد من المصالح المرتبطة، أيضا إنشاء خط سكة حديدية في المنطقة الغربية، وأيضا بعض شركات النفط الروسية التي تحاول اقتحام السوق الليبي. يعني هذه ربما كلها ملفات تستطيع الخارجية أن تضغط بها على الجانب الروسي وأن تطمئن الروس على هذه المصالح، لكن بشرط التخلي عن الموقف المزدوج تجاه الملف الليبي على الأقل. يعني ليس تجريم حفتر بشكل كامل، لكن أن يكون لديها موقف واضح على الأقل. نعم، كلامك صحيح، هناك كثير من الملفات التي يمكن يعني من خلالها الضغط على هذه الدول، ولكن في نفس الوقت أنا أقول لك هذه المصالح وهذه العقود هي في الواقع مرتبطة بالدولة الليبية. ما أبرم من عقود في الماضي هو التزام على الدولة الليبية الشرعية القائمة، ولذلك من تؤول له الأمور هذه هي الدولة الليبية، وهو من يستطيع يعني تنفيذ هذه العقود وتجديدها. يعني هي ليست مرهونة حقيقة بحفتر، بل حفتر لا يملك شيء، هو لعله يوعد، لعله يعطي بعض الأماني، لكن هو الآن لا يملك شيء. هناك أيضا أعتقد صراع من نوع آخر، يعني لعل نحن لا نملك فيه الكثير، وهي بسط النفوذ من يعني وصراع الدول بينها.
وليس صراع فقط هو يعني مع الليبيين، هناك نحن نعرف بأن هناك تنافس بين أمريكا وروسيا، هناك تنافس بين إيطاليا وفرنسا، كل منهم يبحث عن منطقة نفوذ، أيضا بريطانيا، أيضا ألمانيا الآن تبحث، وخاصة في الفترة الأخيرة كان لها يعني بدأت تتحرك تجاه ليبيا منذ 2007 ويعني وطالع في، فهي الآن أيضا تبحث على موطأ قدم في ليبيا. نحن نعرف بأن السنوات الأخيرة، الأربع سنوات الأخيرة ما قبل الثورة، هناك عقود كثيرة لتنقيب والبحث عن النفط وخاصة في الساحل الليبي في البحر، يعني كانت لإيطاليا وهي عقود كبيرة، أيضا كانت عقود بنية تحتية كبيرة جدا كانت لتركيا، يعني هناك شبكة من العقود التي يعني أو الدول التي لديها مصالح، والتي الآن حتى تنال هذه المصالح وتستطيع تفعيلها يعني تحتاج لاستقرار البلاد. ولكن أرى أن أعتقد ما يحدث الآن هناك جزء منه إفشال هذه الثورات وإعادة يعني الحكم المستبد والاستبداد لهذه البلدان، أكثر يعني لعل هذه المصالح هي التي ينظرونها أكثر من مصالحهم المادية المباشرة. نحن نعرف تدخلات الإمارات، حتى الولايات المتحدة حقيقة يعني من الواضح أنها لا ترغب في الاستقرار كما يريده الليبيون، بل هي تريد الاستقرار كما ترى هي وكما تريده هي بما ينفع مصالحها. نحن رأينا ترامب كيف يتعامل مع السعودية، يتعامل معها بشكل دوني، يقول أنتم لا تستحقون هذه الأموال بل نحن من نستحقها، فأنتم تدفعون لنا الأموال مقابل أن نحميكم وندافع عنكم. نريد أن نذكر الناس بأن السعودية عندما أنشئت مملكة آل سعود حصل اتفاق ما بين الولايات المتحدة وهذه العائلة أن أمريكا تحافظ على استمرار هذه العائلة يعني إلى أمد بعيد، على أن لا تقبض ثمن صادراتها من البترول إلا بعد 12 سنة، يعني البرميل الذي يصدر اليوم من السعودية تقبض ثمنه بعد 12 سنة، فهي الأموال التي تأخذها الآن هي مبيعات ما قبل 12 سنة، فالعملية يعني مركبة ومعقدة وليست يعني محددة ب يعني جزئيات أو عقود بسيطة. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي محمد إبراهيم، كنت معي عبر الهاتف. دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أنه لا يوجد خيار عسكري لحل الأزمة، بل لن يكون الحل إلا سياسيا على حد تعبيره. وأوضح كونتي في تصريحات صحفية عقب لقاء جمعه الرئيس التونسي الباجي جايد السبسي أن الحرب الأهلية من شأنها أن تولد المزيد من العنف في البلاد. ويأتي هذا اللقاء فور وصول رئيس الوزراء الإيطالي لتونس، وذلك لحضور الاجتماع الذي افتتحت أعماله يوم الأمس المخصص للقمة الحكومية الإيطالية التونسية. أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على ضرورة وقف العدوان على طرابلس، وأوضح سالفيني خلال اتصال أجراه بنائب المجلس الرئاسي أحمد معتيق الثلاثاء أن قصف المدنيين فعل لا يمكن السكوت عنه، مؤكدا أن حكومة الوفاق هي شريك حقيقي في مكافحة الإرهاب. أعلنت مصادر حكومية إيطالية الثلاثاء أن لقاء جرى على هامش القمة الحكومية الإيطالية التونسية الأولى التي انطلقت أمس تمحور حول تطورات الوضع في ليبيا وبعض الموضوعات مثل قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب. وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ونائبي ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو ووزير الخارجية إنزو مافيرو ميلانيزي قد وصلوا إلى العاصمة التونسية يوم أمس لحضور القمة. دعا رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق السياسي الإيطالي رومانو برودي لتبني ما وصفها سياسات أوروبية مشتركة حقيقية لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا. برودي في تصريحات صحفية الاثنين أشار إلى أن توحيد الموقف الأوروبي تجاه الأزمة في ليبيا وشرط ضروري الأول لإيجاد محاور حقيقي هناك فتح حوار معه بحسب تعبيره.
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح سعي بلاده لإيقاف الحرب في ليبيا. وقال الوزير الكويتي خلال لقاء الثلاثاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق ووزير الخارجية محمد سيالة أن الكويت تدعم الليبيين حكومة وشعبا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وإيقاف الحرب الدائرة في طرابلس. أكدت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد الثاني في كلمة لها بمجلس الأمن دعم قطر الكامل لحكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد. وشددت السفيرة على وجوب اتخاذ إجراءات حاسمة من مجلس الأمن لردع المسؤولين عن التصعيد العسكري في طرابلس. كما حذرت السفيرة القطرية من الانزلاق مرة أخرى إلى هوة الفوضى والانفلات الأمني لغرب البلاد وما يعود عليه من تداعيات خطيرة على المسار السياسي. قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني أن بلاده استقبلت 150 شخصا على متن طائرة قديمة من ليبيا هربا من الحرب الدائرة في ضواحي طرابلس. وأوضح سالفيني خلال مؤتمر صحفي الاثنين في مقر محافظة ميلانو أن إيطاليا ترحب بالرجال والنساء والأطفال القادمين من ليبيا، لافتا إلى أنهم لا يأتون عبر ممر إنساني تنظمه الداخلية الإيطالية، وأنهم مزودون بوثائق تؤكد أنهم هاربون من الحرب. هذا ولم تذكر الحكومة الإيطالية تكشف عن هوية الأشخاص الذين وصلوا إلى أراضيها، ولم تقل فيما إذا كانوا من جنسية ليبية أو مهاجرين أفارقة. ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم الذي تشنه ميليشيات مجرم الحرب حفتر على طرابلس. واتفق أردوغان مع السراج في اتصال هاتفي على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين مؤكدا دعمه لحكومة الوفاق وأنه سيسخر كل الإمكانات لمنع ما وصفه المؤامرة على الشعب الليبي. شدد أردوغان على أن المسار السياسي هو الخيار الوحيد لبناء الدولة المدنية ولا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية على حد تعبيره. اختتمت الأربعاء فعاليات البرنامج التدريبي لمقدمي خدمات الدعم النفسي بمراقبة التعليم الذي ينظمه ويشرف عليه فريق الدعم النفسي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. أوضحت مدير إدارة البرامج أمينة الحميدي أن البرنامج ركز على برامج الخدمات النفسية من دعم وإرشاد نفسي في حالة الطوارئ والحروب والأزمات، مشيرة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيستمر في تقديم مثل هذه البرامج التدريبية للجهات التي ترغب في ذلك. أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني في بيان نشرته الثلاثاء عن جدول مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبات النقل والشهادات العامة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي داخل البلاد للعام الدراسي الحالي. وأوضحت الوزارة في بيانها أن ذلك تم وفق قرار المفوض بالوزارة رقم 47 بعد 400 للسنة الحالية الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك. نص القرار أيضا على جعل يوم السبت من كل أسبوع دواما رسميا أو دراسيا اعتياديا واستبدال مواد النشاط بمواد أساسية. هنأت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الشعب الليبي عامة وعمال ليبيا خاصة بمختلف المجالات بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وشددت وزارة العمل والتأهيل في بيانها على ضمان حقوق العامل والتغلب على الفقر والبطالة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين. ونشد البيان كافة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على حماية العمال المهاجرين بمدينة طرابلس وتوفير أفضل المتطلبات لهم في ظل الظروف التي تمر بها العاصمة. قبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
مفتي البلاد الشيخ الصادق الغرياني يشيد بالتضحيات التي يقدمها الجيش الليبي في صد عدوان حفتر، ويحث المسؤولين على تقديم كل الدعم للجبهات. قوات الجيش الليبي تلقي القبض على 6 مقاتلين من ميليشيات حفتر بمنطقة السبعة. أهالي مصراتة يشيعون جثمان الشهيد محمود بعيو بساحة مسجد الشيخ محمد وسط المدينة. شكرا مشاهدينا على حسن وطيب المتابعة، نلقاكم مرة أخرى في أمان الله.